والموضوع ديالها غادي يكون خاص بالطلبه المقبلين على انهم يديروا شعبه ديال الاقتصاد في الكليه. غادي نشوفوا اونصومبل شنو هما لي موديول اللي غادي يقراو في لا بروميير اني، وشنو كل موديول كيفاش خصهم يتعاملوا معاه، وكيفاش الطريقه ديال بريباراسيون ديالو. اول حاجه بالنسبه للسيمستر الاول، فغادي يكون عندكم 7 ديال لي موديول. اول موديول هو انتروداكسيون ا ليكونومي. هذا الموديول هذا غادي تشوفوا فيه مجموعه من المصطلحات الخاصه بلا سيونس ايكونومي، غتشوفوا شنو المعنى ديال لا سيونس ايكونومي، غتشوفوا شنو هو المعنى ديال شكون هو ميناج، يعني لي ديفيرون تيوري لي دازو على لا سيونس ايكونومي، و او ميم طون شنو هما كاع الحوايج اللي خاصهم تعرفوهم على لا سيونس ايكونوميك وعلى ليكونومي اون جينيرال. وهاد لا ماتيير غيتفرعوا من دي ماتيير اخرين اللي غادي تشوفوهم في لي سيمستر الاخرين اللي بقى. الموديل الثاني هو اناليز ماتيماتيك. الوغ هاد الموديل هذا هو اللي غادي يتفوقوا فيه لي سيانتيفيك، يعني لي زيتوديون اللي كان عندهم بكالوريا سواء اس في تي ولا بي اس سي ولا سيونس مات، حيت كيشوفوا فيه ليتود دو لا فونكسيون، هي الحاجه الوحيده اللي كتكون ديجا قراوها، ومن بعد تتكون لوبتيميزاسيون ديال لي فونكسيون دو فاريابل، وكتشوفوا او ميم طون ديفلوبمون ليميتي، ويقدروا يكونوا لي سويت حتى هما على حسب لو بروغرام ديال كل فاكولتي وديال كل بروفيسور. من بعد كاينين لي ستاتيستيك. لي ستاتيستيك هادي اون ماتيير اللي غادي تفوقوا فيها كو سوا لي ايكونوميست او لا لي سيانتيفيك، تيكون فيها الاحصاء اون جينيرال، الحساب ديال لا مويان لو مود لا ميديان اكسيتيرا. يعني هي اون ماتيير لي تري سامبل واللي انوصيكم انكم تحاولوا تجمعوا فيها لو ماكسيموم ديال النقاط. من بعد غيجي موديول ديال لا كونطابيليتي جينيرال. الوغ لا كونطابيليتي جينيرال هنا كتقراو يعني لي زيتا دو سانتيز بيلون سي بي سي جورنال بالانس غون ليفر، ممكن تزادكم حتى لا فاكتوراسيون ولي زيفي دو كوميرس على حسب لو بروغرام ديال شاك بروفيسور. وهاد الموديول هذا ما غاديش نقول بان غيتفوقوا فيه لي زيكونوميست، علاش؟ حيت كيكونوا قراو ديجا في السيزيام، دونك بجوجهم غادي يكونوا عندهم صعوبات، حيت غادي نشوفوا شي حاجه بواحد المنظور اللي هو جديد، واحد المنظور اللي هو بلوز ابروفوندي على داكشي اللي كانوا كيشوفوه في الباك بالنسبه لي زيكونوميست. وبالنسبه لي سيونتيفيك غادي تكون اول مره غيشوفوا داكشي، بيان سور غادي يلقاو بعض الصعوبات، ولكن ماشي شي حاجه اللي هي مستحيل انهم يخدموها ومستحيل انهم من بعد يوليو فيها مزيان. من بعد عندنا موديول ديال الماناجمنت 1، وهو الموديول اللي تيشوفوا فيه تقريبا المصطلحات او لا لي بارتي اللي هما خاصين بالاورغانيزاسيون دي زونتربريز، بالماناجمنت، بلا جيستيون اكسيتيرا. هو موديول يعني كيركز اكثر على الفهم وعلى الاناليز، يعني غادي تحاول انك تفهم وتاناليزي ومن بعد تحفظ باش تقدر تدوز الامتحان. من بعد الموديول ديال الميكرو ايكونومي هو واحد الموديول لي زوين اللي فيه واحد لابارتي تيوريك وفيه او ميم طون الحساب و لوبتيميزاسيون اللي ديجا شفتوهم لي فونكسيون ا دو فاريابل اللي ديجا غتكونوا شفتوهم في الاناليز ماتيماتيك. وهو كيدرس الكومبورتمون ديال الكونسوماتور، غتشوفوا في الاس 1 وفي الميكرو ديال الاس 2 غتشوفوا لو كومبورتمون ديال لو برودكتور. هي اون ماتيير اللي زوينه بزاف واللي اغلبيه غادي تعجبو وغادي يبدع فيها. واخر موديول هو لونغ اي تيرمينولوجي. هاد لونغ اي تيرمينولوجي كيقراو فيه يعني المبادئ ديال لا لونغ فرونسيز اللي متعلقين بالاقتصاد، ولو بروغرام ديالو يديفير على حساب شاك فاكولتي وعلى حساب كل هذا كل بروف. بالنسبه لهذا الموديول هذا فماشي بالضروري ان عندك مع الفرونسي فغادي تجيب 17 اولا 18 اولا 19، فهو موديول اول حاجه اللي تعتمد على الحضور، يعني حيت كيكونوا كتقراو في لي كلاس يعني كيكون الحضور لا بريزونس. ثاني حاجه على لي ترافو دو ريشيرش اللي كيديرهم بشاك بروفيسور وكيعطيهم بشاك بروفيسور كيدومونديهم تيكونوا نوتي. واخر حاجه على ليكزامان فينال اللي تيكون على حساب دي تيم اللي ديجا قريتوهم بحال لو توريزم، بحال لو كوميرس انترناسيونال اكسيتيرا. هما دي تيم اللي هما متعلقين بالايكونومي واللي كتقراوهم من واحد المنظور اللي هو ديال لا لونغ اي كوميونيكاسيون. الخلاصه اللي نقدروا نخرجوا بها في هذا الاستام فلي ماتيغ ديالها هما متوازنين، يعني ما غاديش نقولوا بان لي زيكونوميست غادي يكون عندهم واحد لافونتاج. سيغ غيكون عندهم لافونتاج او نيفو ديال لا كونطابيليتي او نيفو ديال لي ماتيغ اللي هما بحال لانتروداكسيون ا ليكونومي، بحال الماناجمنت، بحال الميكرو ايكونومي غير في الاول، ولكن هادشي ما كيعنيش انه لي سيونتيفيك ما غاديش يقدروا يتادابطاو. ففي الاول تيكون واحد
الدهشه وواحد الخوف، ولكن من بعد فممكن انك بشويه ديال الخدمه وشويه ديال الثقه في النفس تغلب على هاد التخوفات اللي تكون عندك وهاد الدهشه، وانك تمشي مزيان. وانا شخصيا اللي كنهضر معاك فانني كنت بكالوريا اس في تي، والحمد لله قدرت انني فاليدي الاس 1 ديالي بواحد النقطه اللي هي مزيانه، ومشيت مزيان يعني كانت هي دفعه باش انني نمشي مزيان في لي سيمستر الاخرين اللي من بعد. يعني جوستي في انك تبغي داك لو دومين وانك تعطيه باش تعطيك، صافي دير لا بريباراسيون، صافي دير نمشي لي تيرم اللي ما كنعرفهمش نمشي نبحث عليهم. فعندك لورديناتور او لا تليفون ممكن انك تبحث على لي تيرم اللي ما غاديش تعرف، اللي غادي تشوفهم في لي ماتيير، كو سوا لانترودكسيون ا ليكونومي او لا كو سوا الماناجمنت او الميكرو ايكونومي. فهما دي تيرم اللي غادي تلقاهم ديسپونيبل وموجودين، وكاينين لي ريزومي تبارك الله دابا لافورماسيون ولا ديسپونيبل بزاف. صافي دير ان ديك الصعوبه اللي كانت كتكون في الاول ما نظنش انها غادا تبقى، حتى الا بقات غتكون كتشكل واحد 20% او 30%. خاصه غير شويه ديال الكوراج، شويه ديال الخدمه، شويه ديال الالتزام والانضباط والحضور. بيان سور انا نوصي على الحضور، وان شاء الله الامور كلها غادا تيسر وغتمشي مزيان. بالنسبه للسيمستر الثاني، الوغ بالنسبه للسيمستر الثاني فالاغلبيه كيدخلوا بنفس 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 النيفو، خصوصا اللي كانوا سيونتيفيك تيكونوا داك الوقت ديال لادابتاسيون ديجا خداو، وحتى لي زيكونوميست حتى هما تيعرفوا بانه الامور ما ساهلاش. يعني ماشي بالضروره انك انت ايكونوميست غادي ما كاينلاش تمشي وتمشي غير لي زيكزامان وغادي تجيب النقاط اكسيتيرا. ديك الهضره اللي كتقال في الاول في الوقيته ديال الانسكريبسيون ولا في الوقيته ديال الانتيغراسيون. اول موديول غادي نهضروا عليه في الـ في الـ في الاس 2 هو كونطابيليتي جينيرال 2، اللي تقراو فيها لي طرافو دانفونتير، امورتيسمون، بروفيزيون، ريغولاريزاسيون. وكاينين اللي كيزيدوا حتى لي ريغلومون لي زيفي دو كوميرس، يعني هو واحد لا بارتي اللي تابع لا فاكتوراسيون. هادشي كامل كيف ما قلت دابا ولا موجود ولا ساهل، ما نقولش ساهل بالمعنى ديال انه ساهل دغيا غادي تزرب عليه، ولكن ساهل انك تلقى اكسي لانفورماسيون باش تخدم، باش دير لي فور، تحول على راسك وتضرب على واحد النقطه اللي هي مزيان. الموديل الثاني اللي هو لي بروبابيليتي، ماشي بروبابيليتي اللي قريتو في الباك ديال الناس حابوا قرصان، هذا يعني probability تقراو فيهم دينومبرمون، probability كونديسيونيل، و او ميم طون سيغتان لوا دو probability. من بعد لي ماتيماتيك فينونسيير اللي تتكون واحد الماتيير اللي هي زوينه فيها الحساب ديال لي زانتيغي، داكشي اللي متعلق بلا بونك، لي زانتيغي سامبل، لي زانتيغي كومبوزي و لي زومبران. من بعد كاين الجبر اللي هو كتقراو فيه الكالكول ماتريسيال و دياغوناليزاسيون. من بعد كاين الميكرو ايكونومي، دابا غتشوفوا الكومبورتمون ديال البرودكتور. في اس 1 شفنا الكومبورتمون ديال لو كونسوماتور اللي هو حنا، دابا غنشوفوا الكونسوماتور ديال لي برودكتور و لي مارشي اكسيتيرا، يعني داكشي اللي متعلق بالشركات والمارشي اللي كيوبيرو فيه هاد الشركات. الموديول اللي من بعد هو لا ماكرو ايكونومي. الوغ لا ماكرو ايكونومي نقدروا نقولوا بانها تابعه لانترودكسيون ا ليكونومي. غادي نتعمقوا شويه في البي اي بي، غادي نتعمقوا شويه في الحساب ديال لي زومبلوا ريسورس اكسيتيرا. يعني الماتيير اللي تي زوينه ساهله في الفهم ديالها، وكاينين اللي كتكون تيوريك بيغمون تيوريك، كاينين اللي كيدخلوا فيها شويه ديال الحساب، لي كالكول ديال البي اي بي، كالكول ديال طابلو ديكيليبر امبلوا ريسورس اكسيتيرا. الموديول اللي من بعد هو ماناجمنت 2، اللي غادي تشوفوا فيه لي تيوري اللي دازوا على الماناجمنت، غتشوفوا لي زيكول اللي دواو على الماناجمنت. صافي ملي تنقولوا لي زيكول صافي دير واحد لونسومبل ديال لي تيوريسيان اللي كانوا كيتفاهموا في واحد المنظور واحد، واللي كيهضروا على نفس الحاجه من نفس وجهه النظر ومتعلقه بالماناجمنت. غادي تشوفوا لي ستركتور دورغانيزاسيون اللي كاينين، وبالنسبه للبروغرام اللي كنقول يقدر يتبدل، يقدر يتزاد، يقدر يتنقص على حسب كل بروفيسور. هنا كتبقى لا ليبرتي ديال البروفيسور انه يختار لي بارتي ولي بوين اللي غادي يهضر عليهم. اخر موديول تيبقى هو لونغ اي تيرمينولوجي، كتكون حتى في الاس 2، يعني نفس تقريبا نفس السيستم باش هضرنا عليها في الاس 1 فغادي نهضروا عليها في الاس 2. بالنسبه للنصائح اللي غادي نقول لك واللي غادي نوصيك عليهم، لافاك قرايه فيها ما صعيباش. لافاك ماشي واحد البلاصه باش اننا غادي نمشيو غادي نلعبو، اولا باش اننا غادي نمشيو ندوزو الوقت، اولا باش اننا غادي نمشيو باش نجلسو في البيفات. لافاك غادي نمشيو نحضرو فيها لي كور اللي عندنا، غادي ندخلو لي تي دي، وغادي نبقاو ديما اجور باش لو جور دو ليكزامان دغيا كيجيو لي زيكزامان. كيدوز الشهر الاول والشهر الثاني كتلقى راسك دغيا فرمشه عين كيجيو لي زيكزامان، يعني اللي كيكون اجور فواحد لا سيمين ولا دو سيمين دو بريباراسيون تيكفيو باش انا نمشي واجد الامتحان ويجيب نقط مزيانه. الحضور، لا بريز دو نوت، والمراجعه اليوميه، وديما نبقى غادي اجور، نحضر لي تي دي، نخدم لي زيكزارسيس، ونخدم لي زيكزامان اللي فاتو، والامور كلها غتمشي ميسره وغادا تمشي مزيان. جو فو دون رانديفو ان شاء الله في لا بروشين فيديو، اي جو فو سويت بوكو دو كوراج، اي بون انتيغراسيون.
بالنسبه لكم الناس اللي دايرين اللي مقبلين على انهم يديروا شعبه ديال الاقتصاد في الكليه؟